والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. الله 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 الله، انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اثنين ليمون، ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده، ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انت فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال. انت قليلة الأدب يا فتحية. انا قليلة الأدب. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسلية بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود، ايه عسلية؟ حاسي بقى انتي موتي يا ولد. يا اخي ده كهن الاسود يا عم. تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجه يجي وانا اوريه مقامه. من النهارده فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا. المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك لو هو يا يلا. هارون رشد الحكومة قفشته في اسمه كلها. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر جوه. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجة، حدش له كلمة. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي ايه مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرصة؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرصة. ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بيت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تبقي لي وشك كده يا عسليه. عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف انا استكوالي. اهلا شفت فاتت الطنطط قدامك ولا ايه يا عسليه؟ متأخرة يا علي وعايزة الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسليه؟ انت فوتون فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط، اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استبكول. يوه الله. عسليه ده انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي ابو راشد يلا. يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. عراسة ربنتها عندي. عراسة. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبي. فيكي ايه من دول؟
متغيره كده فيكي حاجه. Are you in love؟ لا لوف ايه بس، ما فيش الكلام ده. انت هتتكسفي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. شو ان يو كانت هايد ات. يو جلوينج. ايه؟ ايه جلوينج دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. جلوينج يا سالي، يعني يو شاينينج، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بصي حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه. والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي اعطيني المحفظه. اتفضلي. ثانك يو. خدي دول. ايه دول يا هانم؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هانم، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه؟ Our life is short، اوكي؟ هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love ومخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه، اوكي؟ حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكرة. جود نايت. عسل. شكرا. بتحب شطة ها؟ لا أنا من غير شطة. بصي بقى يا ستي زي ما بقول لك، أنا راجل كسيب وصنعتي مكفية وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ تعيش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشة مع فتون اختي الكبيرة ولوحدينا. زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا. بس انا معايا اعدادية. تعرف ان انا كنت جايبه مجموع 98؟ كنت الاولى على المنطقه كلها. ده نفسي ابقى دكتوره، دكتوره كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت لي ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. اصل يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا سلام؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون أنا يهمك. أنا ما يهمنيش غيرك. مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي هتشوفي. إيه ده؟ يلا تعالي أوريكي الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا حاج. منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس أنت زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي. وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاه؟ تعالى يلا. لا مؤاخذه. لو النبي خليك. شفت مالكش دعوه انت،
قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده من ليه احبابه؟ ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا هيخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلب ابيض. وانا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي؟ ما تقلقيش، أصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية إحنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات أنت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. مساء الخير عليك. مساء النور والجمال والهنا. احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه. اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختي خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بزوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي قول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول، ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تسأليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك. ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني، مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل، راجل كسيب مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقه قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا.